الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا رسول الله بعثه الله رسولًا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، مع النور في القرآن، مع الكتاب المعجز إلى يوم القيامة، نعيش اليوم مع أحسن الكتب بيانا وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، كتاب من عمل بما فيه لا يشقى أبدا. بيّن المولى تبارك وتعالى أن الشقاء في القرآن لا يجتمع مع بر الوالدة، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، لا يجتمع الشقاء مع الدعاء ولم أكن بدعائك رب شقيا، لا يجتمع الشقاء مع القرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا يجتمع الشقاء مع اتباع الهدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يجتمع الشقاء مع خشية الله تبارك وتعالى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، لا يجتمع الشقاء مع التقوى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. فمن قرأ القرآن الذي فيه النور وعمل بما فيه أبعد الله تبارك وتعالى عنه المهالك والعذاب في الدنيا والآخرة، بل كان له الرفعة في الدنيا والآخرة. تدبر إلى هذا الموقف الذي يرويه أبي بن كعب حافظ القرآن، يقول: وأنا أجلس في بيتي طرق الباب فقلت: من؟ فقال: الطارق محمد. يقول: فجاء في ذهني كل محمد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: محمدا من؟ فقال: محمد رسول الله. ففتحت الباب وأنا في فرح لا يعلم به إلا الله، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبسطت له البساط، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبي بن كعب يقول: والله ما أحد شرف بزيارة مثلما شرفت بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي جاء بك يا رسول الله؟ تدبر، قال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة البينة. فتعجب أبي واندهش اندهاشا شديدا وقال: يا رسول الله، أسماني ربي في الملأ الأعلى؟ قال: أي والله، أسماك ربك في الملأ الأعلى. يا رسول الله،
رسول الله ذكرني ربي باسمي في الملأ الأعلى؟ قال نعم. واندفع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه كما أمره الله. يا للفضل ويا للمكانة ويا للشرف الذي كان لأبي بن كعب رضي الله عنه بحبه للقرآن حتى يذكره الله في الملأ الأعلى. أيها الأحباب، الحافظ للقرآن، القارئ للقرآن، والعامل به له نور يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي فنسى آية، الصحابة قالوا يا رسول الله نسيت أم نسخت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل لم يسأل عن غيره عندما قالوا له نسيت، قال صلى الله عليه وسلم أفي القوم أبي بن كعب؟ قالوا نعم يا رسول الله. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنسيت آية يا أبا المنذر؟ قال نعم يا رسول الله. عندها تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي آية، عندما أسند الأمر إلى أهل الاختصاص وأنزل الناس منازلهم. لذلك عمر رضي الله عنه عندما كان في المسجد النبوي، وما أدراكم ما عمر رضي الله عنه، يتكلم ويلتفت إلى رجل، لا يتكلم بكلمة إلا والتفت إلى رجل، فقال رجل من القوم يا أمير المؤمنين من هذا الذي تلتفت إليه كلما تكلمت بكلمة؟ قال له ثكلتك أمه، ألا تعرف أبي بن كعب؟ ألا تعرف هذا هو سيد المسلمين أبي بن كعب، بحبه للقرآن، بعمله بما في كتاب الله عز وجل. أيها الأحباب، من أسباب النور الذي جاء في القرآن الإيمان، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، ومنهم من نوره على قدر إبهامه يطفأ مرة ويتقد مرة. أيها الأحباب، من أسباب النور الشهادة في سبيل الله، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أيها الأحباب، من أسباب النور في القرآن عمل قد يتهاون فيه بعض الناس ولا يعطيه بعض الناس أي أهمية، الشيب في الإسلام. بعض الناس قد يقوم كلما شاب رأسه ينتف شيبا، وهو لا يدري بذلك أنه ينتف نوره في الدنيا والآخرة. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قال رجل
فإن رجالا يا رسول الله ينتفون الشيء. قال صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره، أو كما قال الله أنهم يكون الرجال. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب، من أسباب النور يوم القيامة الحب في الله، لا من أجل مصلحة، لا من أجل كذا، لا من أجل أن يفعل لي كذا، لكن حب في الله وبالله ومن أجل الله. لذلك كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء، يقبضهم النبيون والشهداء على ما هم فيه. قال الصحابة: يا رسول الله، حدثنا عنهم حتى نحبهم. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم تحابوا في الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، لا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل المولى تبارك وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء.